قبائل حجور وعذر ينكلون بكتائب الموت الحوثية في جبل الشاحي، وقبائل قريات تلتحم بقفلة عذر بوجه الميليشيات. ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وتستهدف منازل المواطنين ومواقع المقاومة في التحيتة ومدينة الحديدة. تأمين مواقع جديدة في الحشا من ميليشيات الحوثي، والقوات الحكومية تتقدم في جبهات عدة. الخامسة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. رجال القبائل يعقدون العزم على الخلاص من جبروت ميليشيات الكهنوت الظلامية التي أشعلت حربا عبثية في اليمن أتت على كل شيء، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لإخضاع الجميع لمشرفيها وتنفيذ مشروعها الرجعي خدمة لأجندات خارجية، لكنها تنصدم بعزم رجال حجور وعذر والحشا وغيرها من المناطق التي لفظتها بعد أن خبرت أطماعها ذاك في أعالي الجبال. أما في الساحل الغربي فتذوق الميليشيات وتكثف خروقاتها وانتهاكاتها باستهداف مواقع القوات المشتركة للمقاومة ومنازل المواطنين، لتؤكد للعالم أجمع أنها جماعة موت ولا علاقة لها بالسلام ومشاريع الحياة. القبيلة الحرة في مواجهة الحوثي شمالي اليمن، ملخص لما يدور في حجور وقفلة عذر في محافظتي حجة وعمران، والذي قرر أبناء القبائل فيها مواجهة آلة الموت الحوثية بهبة شعبية هي الناجعة في مسيرة القضاء والخلاص من ميليشيات الحوثي التي عملت على استهداف المشايخ والقبائل لتمرير مشاريعها الهدامة، محاولة منها إضعاف كافة مراكز القوى وإخضاع القبائل لسطوة الميليشيات الكهنوتية ذات المشروع الإيراني. تتوالى الأخبار من حجور حجة الحجر الصماء التي تحطمت على أبوابها كافة مشاريع ميليشيات الحوثي المعتدية على الأرض والإنسان. ليلة الجمعة وصباحها الباكر تم صد أكبر هجوم حوثي حاولت الميليشيات أن تقحم ما تسميه كتائب الموت وكتائب الحسين في المواجهات لأول مرة في جبل الشاحي وقريات بعد عجزها المتواصل عن تركيع أكبر مديريات محافظة حجة. صباح الجمعة لم يكن هينا على الميليشيات الحوثية التي وجدت عشرات من كتائب موتها صرعى بعد مواجهات ضارية تصدت لها قبائل حجور في جبل الشحي وقريات، بعدما حاول الحوثي أن يلقي بكل ثقله لإحداث فجوة مستخدما السلاح الثقيل ومتعاملا بقاعدة الأرض المحروقة. مقذوفات دبابات ودانات وهاونات فشلت جميعها في كسر إرادة قبائل آمنت بقضيتها وقررت أن تقف ولو منفردة في مواجهة الحوثي. قفلة عذر المحادة لحجور من جهتها الشرقية والتي استجابت للنكف القبلي التي دعت إليه القبائل تدخل لليوم الثالث تواليا في مواجهات عنيفة مع الميليشيات التي بدأت ترى أن رقعة الصراع القبلي بدأت في توسع وتزايد مستمر، وباتت القبائل تتداعى فيما بينها لكف الأذى الحوثي عن أرضها. وقد أكد الشيخ القبلي المعروف صالح بن غالب سودة في اتصال مع غرفة أخبار اليمن اليوم أنه والأبطال من أبناء وقبائل قفلة عذر يواصلون تصديهم لميليشيات الكهنوت الظلامية، ولا صحة لشائعات الحوثي التي ادعت استهدافه أو أسره، مؤكدا مضي أبناء القفلة فيما ابتدأوه حتى دحر الحوثي والخلاص منه. ومساندة لأبناء قفلة عذر ضد الميليشيات، قامت قبائل قارة التابعة لحجور بعملية التفاف كبدت الحوثي خسائرا في الأرواح والعتاد، بل وأفشلت هجوما حوثيا على القفلة. تنسيق قبلي وعزم رجال يأتي في إطار تكاتف القبائل التي قررت مواجهة الحوثي بهبة شعبية ناجعة. كذلك أكدت قبائل عذر بمحافظة عمران عزمها على مواصلة الدفاع عن نفسها وأراضيها من بغي ميليشيات الحوثي. مصادر قبلية أكدت إصرار رجال القبائل على الخلاص من جبروت الميليشيات الكهنوتية
التي عاثت في البلاد فسادا، رافضين السماح بمرور أي تعزيزات للميليشيات عبر مناطقهم للعدوان على أبناء حجور. واصلت ميليشيات الحوثي الارهابي خروقاتها لوقف اطلاق النار في مدينه الحديده ومنطقه الجاح مستهدفه مواقع قوات المقاومه المشتركه. مصدر عسكري اشار الى ان بقايا جيوب الميليشيات الحوثيه اطلقت النيران من اسلحتها الرشاشه صوب مواقع المقاومه المشتركه في الجاح. اضاف انه تم رصد تجمعات وتحركات مسلحه لبقايا جيوب الميليشيات الحوثيه صوب المزارع وفي منطقه الجاح واعلى وادي الجاح، بالإضافة إلى رصد تعزيزات للميليشيات الحوثية على متن دراجات نارية إلى خطوط التماس وتمركز قناصين في فندق الاتحاد، وكذا رصد تحركات مسلحة للميليشيات في جولة يمن موبايل ومحيطها بمدينة الحديدة. استشهد وجرح 12 مدنيا في جريمة هي الثانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مدينة المخا خلال نصف شهر. فدى مراسلنا أن عبوتين ناسفتين زرعتهما خلية إرهابية تابعة للميليشيات الحوثية في طقم للمقاومة المشتركة انفجرتا أثناء وقوفه في سوق القات المركزي في الأطراف الشمالية من مدينة المخا، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و8 جرحى بينهم امرأتان. وكانت خلية إرهابية تابعة للميليشيات الحوثية ارتكبت جريمة مماثلة نهاية الشهر الفائت في مطعم وسط مدينة المخا، راح ضحيتها 6 شهداء بينهم إعلامي وأكثر من 36 جريحا. حذر رئيس فريق المراقبين الأمميين في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل أولسغارد، حذر ميليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد. وأكد أولسغارد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا خاصا الاثنين المقبل بشأن اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد. أضاف لولسغارد خلال اجتماعه مع الحوثيين أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة. وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتون جريفيث العاصمة صنعاء. أكد تقرير أممي احتياج نحو 80% من السكان في اليمن إلى المساعدات الإنسانية والحماية. أشار تقرير لاستعراض الاحتياجات الإنسانية للعام 2019 في اليمن الذي ما زالت الأزمة الإنسانية فيه الأسوأ في العالم إلى أن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يواجهون مستويات قياسية من الجوع. وللمرة الأولى تؤكد الأمم المتحدة وشركاؤها وجود جيوب من مستويات الجوع الكارثية في البلد تشمل حوالي 238 ألف شخص في عدة مواقع، ويحتاج 3,200,000 يمني إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم 2 مليون طفل تحت السن الخامسة وأكثر من 1 مليون امرأة حامل ومرضع، ويفتقر 17,800,000 شخص إلى المياه الآمنة والصرف الصحي، ولا تتوفر الرعاية الصحية الكافية لما يقرب من 20 مليون إنسان، ويقدر عدد المشردين داخليا في اليمن ب3,300,000 شخص بزيادة 22% عن العام الماضي. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة والحكومة السويسرية والسويد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن في 26 من الشهر الحالي في جنيف. تمكنت القوات الحكومية وقبائل مديرية الحشا من استعادة مواقع جديدة في الحشا، واستعادوا الحريدة وقرية نجد المكلة في الأحذوف، كما سيطرت على مواقع الحدادية وتبت الخزان والمرضوع وشعب مدحل ولكمة العيهات في بلاد الحيقي بمحافظة ضالع. على وقع الاشتباكات تمكنت القوات الحكومية وقبائل مديرية الحشا بالضالع من إحراز تقدم كبير ودهر الميليشيات الحوثية، حيث تم السيطرة على مواقع الحدادية وتبت الخزان والمرمادة وشعب مدحل والكامل عيهات وغيرها في بلاد الحيق السفلى بالحشا. احنا انا من ابناء مديرية الحشا
نلتهم مع أخواننا الأبطال لمواجهة الحرس. الآن احنا مطلعين على وادي التباشا وتابعناهم من وادي الصماعر وحبيل الروع وهذا لقمة الرمادية ومنطقة مزاع والقشاع وجبل شوحط. الآن احنا في موقع المرمادة المطلة على وادي التباشع ودحرنا ميليشيات الحوثي حتى وصلوا إلى قرية السحبين وسنظل نلاحقهم تبة تلو الآخرة مهما كانت ظروف العوائق المنطقة. كانت الميليشيات تتمركز في هذه الجبال والمواقع الهامة التي تتحكم ببعض الطرق والوديان وحولتها إلى ثكنات تقوم من خلالها بقصف المناطق السكانية، لكن عزيمة الجيش والقبائل كانت أقوى من تلك المناطق الوعرة. هذه قلعة يرا وهذه السحبين آخر مواقع دحرنا منها الميليشيات يوم أمس، ولم يتبقى لديهم إلا موقع واحد. طموح أبناء القبائل والجيش بمديرية الحشا لا يتوقف عند تطهير المديرية من الميليشيات، بل يتعهدون بمواصلة تقدمهم نحو محافظتي إب وتعز. توجهنا إن شاء الله نحو إب، ونقول للحوث أن نحن سندخل إب قريبا وستتحرر اليمن بكل شبر منها حتى يرفع علم الجمهورية في كل مكان في كل بقعة من بقاع اليمن الغالي. أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على عدد من المواقع بمديرية الحشاء الظالم وتواصل تقدمها لتحقيق نصر جديد في مواقع جديدة. من موقع الممدارة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالم. وفي الضالع أيضا قصفت ميليشيات الحوثي قرى العود غرب المحافظة بصواريخ الكاتيوشا وأسقطت صاروخا في قرية شعور التابعة لمديرية قاطبة، فيما الهدوء يسود سوق الطاحون في مديرية الحشا بعد انسحاب الميليشيات عقب فشلها في التقدم باتجاه ضوران. وكان أبناء المديرية بمساندة من قوات اللواء 83 مدفعية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع التي احتلتها ميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية للمديرية. بوتيرة نقالية واصل أبناء مديرية الحشا بمحافظة الضالع تحرير مواقع عدة في الجبهة الشرقية للمديرية. كانت ميليشيا الحوثي تسيطر عليها وتتخذ منها مكانا لاستهداف المدنيين وقنص المارة. تبة الخزان في منطقة الزقماء وموقع نقيل مشيع في منطقة البهيلية وموقع تبة الخضراء في اتجاه منطقة السحبين، جميعها تمت السيطرة عليها خلال العملية التي نفذها أفراد المقاومة المسنودة بقوات اللواء 83 مدفعية التابعة للقوات الحكومية التي تكبدت على إثرها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أسلحة متنوعة استعادتها القوات الحكومية كانت الميليشيات قد نهبتها من معسكرات الدولة، بالإضافة إلى تكبيدها العديد من القتلى والجرحى وأسر العديد من المغرر بهم خلال العملية الهادفة إلى تخليص اليمن من الكهنوت الحوثي. هذه الانتصارات تأتي وسط ترحيب وتكاتف من أبناء المنطقة الذين وقفوا صفا واحدا في وجه الميليشيات وواصلوا مطاردة فلول الإرهاب بالتزامن مع الانتصارات في شتى الجبهات بمحافظة الضالع في طريق تطهير كامل تراب اليمن من الحوثي وفكره العنصري الضال. هذا وتمكنت مقاومة الحشا وقوات اللواء 83 مدفعية من أسر عنصر من ميليشيات الحوثي من بيت السقاف بحوزته عبوات ناسفة. العبوات الباقية ورقة على العبوات أول بالورقة والورقة اللي بعد الدولة اللي بخشيت في بطاط جيت العبوات شوف المكان اللي كان جاهز به
معنا من عقب الاسم مين؟ انا مسكتوها انا شنو؟ مسكتوها الاسئله انا علقتوا مع عبوه ابو وحده ابو وحده ابو وحده لكم ماشي بقيت ابو وحده لا كنت الشعب الورق ولا ماشي المسيره ناخذكم لا انا ما جبت ركبات انا ما قلت ركبين صح؟ اوه وين دخل الجزري؟ ها؟ تبعي هذا حقي ذي الجكر احنا هم به هو ما حرر الباقه الا هذا ما بعد ايش كل شيء على العزيمه ولا والله اسمع اسمع تتقدم القوات الحكومية بشكل كبير في جبهات عدة بمحافظة صعدة وتؤمن مواقع في قرى بني معين ورأس المسن برازح وتكبد الميليشيات الكهنوتية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. لا تكاد تلتقط جماعة الحوثي أنفاسها من المعارك الدائرة إلا وتلاحق العيارة الثقيلة والمدفعية أنفاسها في مختلف جبهات رازح. هذه المشاهد العسكرية تتصدرها رازح في مسرح القتال لهجوم نفذه أفراد القوات الحكومية على جماعة الحوثيين في منطقة رأس المسن وبني معين، هجوم متسارع لكتيبة مشاة جبلي تابعة للواء الواجب الأول الذي يقوده العقيد حمود الخرام. أعقب الهجوم ضربات محكمة من مدفعية الجيش على مواقع تمركز فيها مسلح جماعة الحوثيين، فجميع من كانوا على هذه المتارس لقوا مصرعهم بالكامل. تواصلا للمعارك القتالية السابقة، هذه حادثة هي الأولى من نوعها ينفذها أبطال اللواء ووصفت بالخاطفة كونها لم تأخذ من الوقت سوى ساعات قليلة، وبتحركات متسارعة أسقطت مواقع هامة في منطقة رأس المسن وقرية بني معين كان يتحصن فيها أفراد العصابة الحوثية بشكل مستميت. فضل الله ثم بفضل الرجال الأبطال من منتسبي لواء الواجب تم بحمد الله بالقيام بهجمة مباغتة على أوكار العدو ومسارسه في رأس المسن، وبحمد الله تم تحقيق أهداف الهجمة كاملة في تدمير موانع العدو والغامه ومسارسه وقتل العشرات منهم، وإن شاء الله نحن في صدد تنفيذ المرحلة الثانية من خطط الهجمة في التقدم إلى مديرية رازح ثم الوصول إلى صعدة بإذن الله وصولا إلى صنعاء. الهجوم حصد عدد كبير من مسلحي الحوثيين بين قتيل وجريح، كما لذا بالفرار ما تبقى منهم من مواقعهم إثر استهداف طيران التحالف لمواقع قريبة منهم، في حين يتقدم حاليا الجيش باتجاه جبال الدامغ وجبال الحرم مع إسناد متواصل من طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش. وتشهد مديرية رازح خلال شهر يناير تحركات عسكرية كبيرة نفذت على عدد من القرى والوديان وتم استعادتها بالكامل إلى خارطة القوات الحكومية فيما كانت في وقت سابق تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الكهنوتية. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة صعدة. إلى ذلك تواصل القوات الحكومية تقدمها في محافظة صعدة وتخوض معارك في جبهتي عاكفة ورازح مكبدة للميليشيات الحوثية قتلى وجرحى. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية استعادت مربع شاجع ووادي الأشر وحصن الحماد في منطقة الرزامي بالمحافظة، وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع أحد القيادات الميدانية للميليشيات في الجبهة يدعى أركان مهدي الجبري المكنى أبو حمزة، وأضاف أن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف العربي واصلت توغلها في بني معين وحررت رأس المسن بجبهة رازح بعملية هجومية نوعية أدت إلى خسائر فادحة في صفوف الميليشيات. وفي كتاف أوضح المصدر أن القوات الحكومية استهدفت عربة على متنها عناصر من الميليشيات الحوثية في وادي الفحلوين ما أسفر عن مقتل 10 من العناصر الحوثية. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. أطفال من المغرر بهم يكشفون أساليب وخدع الميليشيات للدفع بهم إلى جبهات القتال. Thank you.
كشف تسجيل للمكتب الإعلامي بمحور كتاف أساليب ميليشيات الحوثي الإرهابية في التغرير على الأطفال والدفع بهم للقتال في صفوفها بعد أخطهم والزج بهم في معاركها الخاسرة بعد تضليلهم فكريا وإقناعهم بأهمية الدفاع عن جماعة الكهنوت التي أدخلت البلد في حرب عبثية أتت على كل شيء. أول ما بدأنا قلنا في المدرسة وجعنا احنا خرجنا مع الرواحة المرواحة المدرسة وجعنا نطقنا لما جنب المدرسة وجع المشرف واثنين من صحابنا أبو راح شميلة ومشمو ودعنا ثقافة وجمع أفراد ودعنا ثقافة مدري ما قال لهم لا عند المدرسة يكلمهم قال لهم بخليكم تمسكوها أنا مدري ما وبديلكم برادك تعلم 20 يوم مدري ما ورجعوا طلعنا معه طلعونا هاي بزون هلا سعد جابوا راح شميلة نصعده أيوة يا بزنا صعده رحنا يومين بالمدينة ورجع وكلنا وصلنا المغرب خلنا اليوم الثاني شلنا لها رحلي داخل قرية رحنا اليوم الثاني صلحنا العشي صيني طيب وداري قرم بدون جعبة رجع الصباح طلعنا التربة جلس كان يقصروني أبو مرمي مارج أسروني هذا السر أسروني أنا جالس أخبر أرسلتنا إلى أبو رعد شميلة الفوج الرئيسي لهذه الجبهة خلص الرجال ما بقى معك إلا أطفال ويشهدون في أول اشتباك الحمد لله تم السيطرة تم التمشيط والآن يقوم فريق الأشغال فريق الألغام فك الطرق من جهة وادي الجبارة تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عملياتها الإرهابية بحق البنوك ورجال المال والأعمال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها متسببة في استمرار تدهور القطاع المصرفي في اليمن. حملة جنونية تنفذها ميليشيات الحوثي بحق التجار والقطاع المصرفي على وجه التحديد في نطاق سيطرتها أسهمت بشكل كبير في تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وبشكل متسارع. خبراء اقتصاديون أرجعوا تراجع صرف الريال في الفترة الأخيرة إلى أسباب عديدة أبرزها الاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها قيادات وموظفو البنوك اليمنية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها فضلا عن المداهمات والاقتحامات التي تتعرض لها البنوك في العاصمة صنعاء بين الفينة والأخرى وفرض عليها مبالغ كبيرة كإتاوات لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي وتواصل ميليشيات الحوثي حملات الاعتقالات والخطف والملاحقة لموظفي البنوك واقتحام مقراتها على خلفية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية في البنك المركزي بعدا وهو ما تعتبره الميليشيات جريمة تستوجب الملاحقة والعقاب إجراءات ميليشاوية تعسفية دفعت الكثير من البنوك إلى التوقف عن فتح الاعتمادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأجبرت قيادات البنوك على عمل التزامات وتعهدات انصياعا لرغبات قيادات الميليشيات الكهنوتية وتقوم ميليشيات الحوثي منذ مطلع فبراير الحالي بملاحقة قيادات البنوك واختطاف واحتجاز عدد من موظفيها بالإضافة إلى اقتحام ومداهمة عدد من مقرات البنوك في صنعاء ضمن حملة الاستهداف المباشر الذي تنفذها ضد القطاع المصرفي وتحت إشراف بنك مركزي صنعاء الذي تفرض سيطرتها عليه بقوة السلاح خبراء اقتصاديون يحذرون من انهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية ويتوقعون استمرار هبوط سعر صرف الريال إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذه والمعدن النفيس يرتفع في أسواق الذهب اليمنية وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلي حيث أكدت مصادر مصرفية أن المضاربة بالعملة الوطنية وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيارها بشكل مفاجئ ومتواصل
سجل الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام العملات الأجنبية، ليسجل الدولار رقما قياسيا تجاوز 600 ريال مع امتناع الكثير من الصرافين البيع والاكتفاء بالشراء من المتعاملين، فيما ظل الريال السعودي عند سقف 160 ريال. وتوقع مراقبون استمرار الريال اليمني في الهبوط أمام العملات الأجنبية إذا لم تتخذ إجراءات فاعلة، محذرين من تفاقم الأوضاع المعيشية بشكل أكبر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية. يشهد المعدن النفيس ارتفاعا كبيرا في أسواق الذهب اليمنية متزامن مع انهيار الريال اليمني، حيث تراوح سعر الجنيه الذهب 181600 ريال للبيع و 170400 ريال للشراء، فيما تراوح سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا في اليمن ما بين 22700 ريال للبيع و 21300 ريال للشراء، بينما بلغ سعر العيار 19457 ريالا للبيع و 18257 ريالا للشراء. وبحسب اقتصاديين فإن البحث عن الذهب يتزايد خلال الفترة الأخيرة بسبب انخفاض الريال باعتباره أحد أكثر الاستثمارات الآمنة في الظروف الاقتصادية المضطربة. أعلنت وزارة النفط والمعادن التزامها إنشاء محطة مركزية للغاز المسال بمحافظة تعز خلال الفترة المقبلة لتوفير الغاز بكميات كافية للمحافظة، وتسعى السلطة المحلية بتعز وضع خطة شاملة من أجل استقرار سعر النفط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تجار السوق السوداء ومراقبة وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين السلطة المحلية في تعز وكل من نحج وعدن لتسهيل توريد النفط للمحافظة بكل سلاسة ويسر. وأخيرا، دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة الأزمة الحقيقية في ظل ارتفاع التضخم وتدهور العملة المحلية نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة وفقا لتقرير أمريكي حديث. وقال معهد السياسات الشرق الأوسط إن معدل التضخم في إيران وصل إلى مستويات خطيرة ببلوغ 40%، فيما خسرت العملة المحلية نحو 70% من قيمتها العام الماضي، ما تسبب بتراجع القدرة الشرائية للأفراد بشكل كبير. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 30% من الإيرانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. قبائل حجر وعذر ينكلون بكتائب الموت الحوثية في جبل الشاحي، وقبائل قريات تلتحم بحفلة عذر بوجه الليشيات. ليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وتستهدف منازل المواطنين ومواقع المقاومة في التحيطة ومدينة الحديدة. تأمين مواقع جديدة في الحشا من ميليشيات الحوثي، والقوات الحكومية تتقدم في جبهات عدة. لقاؤنا على خير، في أمان الله.